ايه الظاهرة خويا راك كترات بزاف، كتر من اليامات ملي حيدو هاد دور الديور كان دايرين كرياج، كانت القضية مأمنة، دابا تحل راه ولات مترعة، اللي جا كيدخل تما اللي جا ما كتعرفش شكون راقد لك تما، يعني الظاهرة كترات بزاف الله يصور صاحبي، بقى في الحالة صاحبي بحال هداك الدري صغير قد هكاكي، ثلاثة مدورين وباقي كيصلي فيه بالموس راه بزاف، يعني الله يدير شي تاويل ديال الخير مع هاد الناس، هاد المنطقة سبيتا. منطقة سباتة هادي راه معروف شارع واد منطقة سباتة راه وي راه في الله راه العسل اللي راك عارف اللي راه كلو ريسك بنهار وبنادم مأمن سعادة الليل راه بوحدو اللي راه في الله وصافي حنا بنادم دير احتياط ديالو وصافي والله يهديهم علينا عشان هادشي اللي غنقول ليهم الله يهديهم علينا شوية الأمن خصو يدور خصو يراقب شوية يعني راه هادشي راه بزاف عطاو المخديات اي واحد كيجي يجلس فيه اي واحد كيجي يجلس راه اللي تلف ملقى فين يريح راه كيجي يتخبى اوقات الدرويه ومن اوقات العمل 7 الصباح والفوق راه كتكون اوقات العمل يعني كيكون الرواج ديال الناس غادي للعمل عيالات الدريات كيكونوا غادي للعمل راه كيكونوا مهر ديال الخطر وهذا الجاده هذه بنهار